يعني خلاص مش هشوف زمزم تاني؟ بس يا سيدي، الولد اللي مامته راحت مشوار بعيد وهي وحشته قوي قاعد يفكر، يا ترى هشوفها تاني ولا مش هشوفها تاني خالص، ومش عاوز ينام وقاعد زعلان. فجأة غمض عينيه وفكر فيها، فلقاها قدامه. ولما الولد الصغير يحب يحضن مامته يغمض عينه قوي قوي هيلاقيها بتحضنه. عشان بحبك يا حسن، أنا بحبك أوي يا ابني، أنا بحبك يا حسن ومش عايزة أسيبك. مش عايزة أسيبك يا حسن. يبقى خلاص ما تسيبنيش أبدا. صاحبتها كمان كانت عايزة حضن كبير، فغمضت عينيها وفكرت فيها فلقيتها بتحضنها. توتة توتة خلصت الحدوتة، ويا رب أيامنا الجاية إن شاء الله تبقى حلوة مش ملتوتة. وحشتني أوي زمزم، وحشتني أوي. بصوت واطي بصوت واطي، أنا ما صدقت إن أنا نايم، أنا ما عادش عندي حواديت أحكيها له تاني. حسن فين يا معلم بشر؟ ساعة ما رجعنا ودفعته على خده ما شفتش. هتروح فين بس يا ابني؟ تقلقش عليا يا معلم بشر، رجلي عارفه خطوتها. طب خلاص يا معلم، روح مطرح ما انت عاوز، بس امانه عليك تسيب لي حسن. دي وصيه الميت اللي في رقبه الحي. ابن اخويا انا اولى بيه، انا ربنا حرمني من الخلفه، بس عوضني ورضاني بحسن. وعد مني يا معلم لعيش خدامه تحت رجله لغاية ما يكبر ويبقى راجل ويبقى فوق الكل. أيوة أنا وفاتن ربنا رضانا بحسن ابن أختي الله يرحمها، وابني اللي مخلفتوش اللي الدنيا رضيتني بيه، ألف حمد وشكر ليك يا رب. هاتي حسن يا فاتن. حاضر. يلا عشان نروح الفيلا. فيلا يا معلم؟ أنت صحيح هتسيب الحرم؟ أنا مش قادر أقعد في البيت ولا قادر أحط الحارة، كل ما كان فيها ليا ذكرى حلوة معاها. طب يا ابني فهمني اللي في دماغك. بعدين يا معلم بشر، ابقوا تعالوا زورونا في الفيلا، ما احنا أكيد مش هنقطع من بعض. يلا يا معلم عشان الشنط وأبويا في التاكس والبنديرة بتعد. لينا كلام بعدين يا معلم بشر. شد حيلك يا معلم، فراق الدكتورة زمزم صعبة علينا كلنا. خدي اسمع، ده مفتاح الصيدلية، تفتحيها وتشغليها عادي، كل اللي يجي منها بعد ما تاخدي مرتبك ومصروف أم حسن تطلعي بيها أدوية للغلابة اللي كانت بترضيهم زمزم. لا مش من غير مناهدة، اعملي كل حاجة كأن زمزم موجودة بالظبط.